النجوم اللي الجمهور بينتظرها على الريد كاربت كل يوم وفي مهرجان الجونة بتكون مميزة جدا وليها طلة مختلفة عن كل النجوم. طبعا شيرين رضا المتألقة دائما وزي القمر على طول. ميرسي يا حبيبتي، ايه التقديمة الحلوة دي؟ بس ده حقيقي، يعني انا عايزة اقولك ان الناس كلها كل يوم بتقعد تستنى شيرين رضا طالعة شكلها ايه، لابسة ايه. بالنسبة لهم الجونة شيرين بيشوفوها في حتة تانية. يا حبيبتي ثانك يو، ميرسي جدا لكل اللي بيقول عليا كلمه حلوه. وادوكي احلى فستان في الافتتاح، خدتي احلى فستان على الريد كارب. يعني عايز اعرف انت بتختاري حاجتك بنفسك بذوقك ولا معاكي ستايلست؟ لان انا عارفاكي من ايام زمان، من وانت يعني في بورسعيد، حتى كنت في مدرستك كنت بشوفك دايما انيقه حتى وانت رايحه المدرسه. ثانك يو. لا انا بصراحه اللي بيساعدني دلوقتي في كل حاجه مروة ماي مانجر، المانجر بتاعتي الحلوة دي هي اللي خلت شكلي بقى حلو. من غيرها ما كانتش حلوة من غير مروة يعني. وطبعا مروة احنا بنحييك يا مروة وبنقولك يعني بجد كل لوك احلى من التاني. هي اللي مختارة كل حاجة، هي اللي بتختار. آه. لكن انتي ما بتتدخليش؟ لا بتدخل طبعا، لان هي صاحبتي اصلا. ف بنتدخل بنتخانق وبنزعق لبعض وفهمت ذوقك خلاص يعني. عادي يعني. ايوه بس حركه الحلق دي اكيد مش مروه، دي شيرين بقى. لا مروه برضه. مروه واضح ان في تواصل بينكم. مروه فانكي اكتر. طب يا مروه تعالي وري نفسك للناس بقى شيرين علشان يعرفوا مين اللي وراء كل الحاجات الحلوه دي. انا سايباكي بقى مر تقريبا 3 ارباع المهرجان، ويمكن انت من الناس اللي من اول سنه موجودين ومتواجده ومشاركه بيهتموا برايك جدا. شايفه الدوره الثالثه ازاي؟ الدوره الثالثه بتفكرني بالدوره الاولى. اللي هي هل انا حد تاني قال الكلام ده؟ انا بقول انت كمان. حاسه ان كلنا نعرف بعض، حاسه ان الموضوع اهدى. السنه اللي فاتت كان في جنان معين كده. كان في هايب زيادة عن اللزوم، كل حتة زحمة. السنة دي أروق وأحلى ومبسوطة جدا السنة دي، وفيها روح الدورة الأولى. اللي هو كانت روح الطاقة، روح الفرحة. يعني يمكن السنة اللي فاتت كان شوية في دخلاء كده جايين بعد النجاح الأولاني، بقى في ناس كل واحد عايز يفرض ذوقه على مظبوط. تابعت الافلام؟ تابعت الافلام النهارده، هتفرج. مبسوطه قوي ان انا جايه الفيلم بتاع هند، وحشتني بقالي كتير قوي ما شفتهاش. هي كانت في تورونتو. ما انا عارفه، ما انا بقالي كتير ما شفتهاش، فهشوفها دلوقتي ومتحمسه جدا للفيلم ده. انتوا التقيتوا مع بعض في الفيل الازرق؟ في الفيل الازرق. بس ما كانش عندنا مشاهد مع بعض. ايه ده، كان عندنا مشاهد مع بعض؟ في مشهد مع بعض. والفيلم حقق 100 مليون اول امبارح، اعلنوا انه حقق 100 مليون. ومبسوطه جدا للموضوع ده. رد فعلك ايه بالده؟ مبسوطه بالفيلم. انا ابتديت الفيلم من الاول، الفيل الازرق الاولاني، فحاسه ان هو ابني برضه. طبعا اكيد يعني، ما النجاح الاولاني هو اللي شجع للنجاح الثاني. مظبوط. ال 100 مليون السنه دي والنجاح الثالث ان شاء الله. في حاجه جديده بقى نعلن عنها؟ بنقرا حاجات كتير. المهرجان ده لذيذ انك بتقابلي ناس، وبتقابلي ناس من بره، وبيعرضوا عليكي حاجات في ظروف تانية ما كانتش هتتعرض عليكي، فهنشوف. بيفتح لك سكك. انا لسه عندي فيلمين ما نزلوش، مستنياهم ونفتح سكك جديد ان شاء الله. في انتظار دايما نشوفك في دور حلو. عايزينك على الريد كاربت علشان كل الاعلام الباقي عايز يسجل معاكي، منوره. وهناخد رايك بقى في هند بعد الفيلم ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. شكرا.